بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مهندسه امل من قناه جرافيك ديزاين. النهارده ان شاء الله هشرح درس جديد من سلسله دروس اوتوكاد 2020. النهارده هكمل معاكم شرح 3 دي في برنامج الاوتوكاد. المره اللي فاتت انا شرحت لكم اوامر الموديفاي الموجوده هنا في الدرس اللي فات، وشرحت لكم اهم الاوامر الموجوده في موديفاي. النهارده ان شاء الله هشرح اللي هو السوليد اديتنج، وهنشرح الجزئيه الموجوده هنا اللي هي خاصه بالتغيير في الفيسز، دي التعديلات اللي ممكن اعدلها عن طريق الاكسترود والتيبر والموف. الحاجات دي هنشرحها باذن الله النهارده. قبل ما ابتدي الدرس، في دروس لاوتوكاد 2020 في القناه، وفي كورس كامل لاوتوكاد 2017 2D و3D. لو عايزين تطلعوا على الدروس والبرامج اللي انا شرحتها قبل كده، بتدوسوا على اسم القناه من اسفل الفيديو بيدخلكم على القناه، وبتشوفوا جميع الدروس وجميع البرامج اللي انا شرحتها. وقبل ما ابتدي الدرس، لو عجبكم الدرس ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس، عشان ده بيدعمني في القناه وبيخليني ان انا استمر معاكم، وكمان عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجه هتكلم عنها في السوليد اديتنج، هنا هنفتح السهم ده كده وهعمل اكسترود فيسز، بدوس عليها بالشكل ده وبختار اي فيس من الموجود عندي او اي وجه من الموجود عندي، بس بقف عليه في اي نقطه من النص كده، ما وقفش على الحروف بتاعته كويس عشان اعرف احدده بالظبط. فانا مثلا هختار الوجه ده كده زي ما احنا شايفين كده، وهقول له انتر. بعد كده هختار الهايت اللي انا عايزاه، انا عايزه ارفعه قد ايه، فانا مثلا هقول له ارفعه لي 10 كويس. وبعدين بيقول لي الانجل هنا، الانجل تيبر، انا هخليها زيرو زي ما هي كده وارفع كده. ادي عمل لي زي ما احنا شايفين اكسترود 3D بالشكل ده. طيب انا لو رجعت تاني اعمل اندو بالشكل ده، وجيت قلت اكسترود ودوست على الوجه اللي عندي ده كده وعملت انتر وقلت له الهايت 10 والانجل اعملها لي مثلا 30، وبعدين انتر زي ما احنا شايفين عمل لي الارتفاع بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا ممكن اعيدها لكم تاني اهي، لو جيت دوست كده اهو وعملت انتر وقلت له 10 وبعدين خليها لي 10 الزاويه، قلت له انتر زي ما احنا شايفين عمل لي الانجل تيبر بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى هنا عملنا الاكسترود فيسز كويس. طيب هنعمل اندو ونيجي لتاني امر عندي هنا تحت اللي هو التيبر فيسز. لو انا دوست عليه بالشكل ده واخترت الفيس ده كده، الوجه اللي فوق برضو، وعملت انتر وجيت حددت النقطة الاولانية انا عايزة من النقطة دي والنقطة التانية كده اهو، عشان اعمل تيبر فيسز واقول له الانجل بتاعتي اعملها لي 10 كويس، واقول له انتر زي ما احنا شايفين اهي. لو انا لفتها اهي عملها لي 10 بالشكل ده كده. طيب لو انا قلت له اندو وعملتها تاني، ومثلا اخترت الفيس ده كده اهو وقلت له انتر واخترت النقطه دي والنقطه دي وقلت له اعمل لي الانجل هنا مثلا 20 زي ما احنا شايفين عملها لي تحت اهي طيب انا عايزه اعمل العكس، اروح على اندو هنا اهو واجي اغير لكم لون الفيس، اقول له color faces اللي هي اخر واحده عندي هنا دي، واقول له غير لي اللون ده كده واقول له انتر، اخترت الفيس وعملت انتر واخترت مثلا اللون الاصفر ده كده اهو، وجيت قلت له تيبر فيسز ودوست عليها بالشكل ده وقلت له انتر واعمل لي من النقطة دي للنقطة دي واعملها لي 30 زي ما احنا شايفين اهي هنا كده. وتحط لكم لما انا عملت اللون اللي عندي هنا ده اسكيب عشان اطلع من الامر. يبقى احنا اتعلمنا اكسترود فيسز، تيبر فيسز، والكلر فيسز. بختار اي فيس لما بدوس كده، وبختار اي فيس انا عايزاه وبدوس انتر، هو بيفتح لي الباليتا زي ما احنا شايفين، وبختار
اي لون انا عايزاه بغير بيه الفيسز اللي عندي. هنيجي بعد كده عند لو فتحنا كده هنا الموف فيسز، وعايزين نحرك للدايره الموجوده او الاسوانه الموجوده عندي دي اللي هي مفرغه داخل المكعب. هحركها ازاي؟ هروح عند موف. قبل ما اروح عند موف انا هوريكم الاول هغير اللون بتاعها، هقول له color faces واختارها وبعدين انتر، ومثلا اختار لها اللون ده كده. ادي الاسطوانة عندي اهي زي ما احنا شايفين، اهي مفرغة بالشكل اللي احنا شايفينه ده اهي. طيب انا هعمل لها موف، اروح افتح السهم واقول له موف فيسز واقف عليها كده اختارها واجي اقول له انتر، ومن السنتر بتاعها ده انا عايزة احركها لحد هنا زي ما احنا شايفين اتحركت معايا من المكان اللي كانت فيه لمكان تاني. لو احنا عملناها تاني عشان اوريها لكم اهي، واخترتها كده وقلت له انتر، وقلت له برضو من السنتر ده لاي نقطة انا عايزاها بقى، بس اكون نقطة انا عارفاها، فمثلا اعملها للنقطة دي كده اهي اتحركت معايا بالشكل ده كده. يبقى انا ممكن ان انا احرك اي جيومتري عندي بحركه بالطريقه اللي انا حركتها لكم كده. ممكن ان انا اجي اعمل موف لفيس زي ده كده اهو واقول له انتر، واحرك الفيس بتاعي ده كده لحد مثلا النيرست. لو انا قلت له نيرست كده اي نقطه بقى هنا كده اهو احرك الفيس ده كده زي ما شايفين، اتحرك لي الفيس للداخل الجزء ده كله. يبقى احنا كده حركناه الداخل بالشكل ده. يبقى اي فيس ممكن ان انا احركه اعمل له موف زي ما انا قلت لكم كده. هنيجي نعمل كوبي فيسز اهي، وهاجي اخد الفيس ده كده واعمل له انتر، وبعدين اخده من النقطه دي انا عايز اعمل له كوبي النقطه دي كده اهو، اعمل لي كوبي للفيس ده زي ما احنا شايفين كده. هاجي بعد كده على اوفست فيسز، لو فتحنا هنا عندي هنا اوفست فيسز زي ما احنا شايفين، بدوس عليها كده وهاجي ادوس على الاسطوانة دي الوجه ده كده واقول له انتر، وبعدين هديله المسافة بتاعة الاوفست، فمثلا هقول له اعملها لي واحد وبعدين انتر. زي ما احنا شايفين عمل لي اوفست للاسطوانه دي بمقاس واحد. طب لو قلت له اوفست تاني واخترت الاسطوانه برضو عملت له انتر وقلت له سالب 3، زي ما احنا شايفين عملها لي كده. طبعا خرجت عن المكعب اللي عندي عشان المقاس بتاعها اكبر منه، لكن هو عملها لي اوفست سالب 3 زي ما انا قلت. نفس الكلام لو جيت عند الشكل ده كده اهو وجيت قلت له اوفست وخدت الشكل الخارجي ده وبعدين قلت له انتر وقلت له اعمله لي سالب 2، انتر عمله لي بالشكل ده كده كويس. يبقى ده امر اوفست اللي عندنا. طيب هنيجي للامر اللي بعد كده اللي هو ديليت فيسز. هاجي اعمل اندو اهو كده، واجي اعمل الامر اللي بعد كده اللي هو ديليت فيسز اللي هو موجود عندي هنا، بدوس عليه كده وبدوس على الاسطوانه دي وبعدين انتر، اتشالت لي الفيس بتاعتها زي ما احنا شايفين بالظاهر عندي هنا. هيجي بقول له اندو واقول له عايز اعمل روتيت فيس، وهي دي اخر حاجه عندي في تعديلات على الفيس، بقول له روتيت وبختار اي فيس عندي هنا، مثلا هختار الفيس ده كده واقول له انتر، وهنا بيقول لي انت عايزاه اكسس باي اوبجكت فيو حوالين الاكس ولا الواي ولا الزد او تو بوينت. طيب لو عملناها تو بوينت هختار مثلا من النقطه دي للنقطه الاولانيه ودي النقطه الثانيه واقول له الانجل هنا اعملها لي مثلا 30.
ده احنا شايفين عمل لي روتيت للوجه ده 30 زي ما احنا شايفين كده. طيب هنعمل اندو واقول له روتيت تاني فيسز، واختار الفيس ده برضو، وهنا هقول له انتر مثلا عايزاه حوالين الاكس، انتر واختار النقطة اهي واختار الزاوية مثلا اقول له 20 انتر. زي ما احنا شايفين لو انا جيت لفيت كده اهو عمل لي على الاكس بزاوية 20. يبقى احنا النهاردة اتعلمنا الاكسترود فيسز، التيبر فيسز، والموف فيسز. المهم ان احنا اتعلمنا الاوامر دي. ان شاء الله هنكمل مع بعض سوليد اديتنج في الدروس اللي جاية. كده انا خلصت الدرس بتاعنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس عشان ده بيدعمني في القناة وبيخليني ان انا استمر معكم. انتظروني في الدروس القادمة، استودعكم الله عز وجل.